مع قرب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية اتخاذها كافة الاستعدادات والتدابير لاستقبال الشهر الفضيل، وأوضحت الداخلية أن أجهزتها ستطلع بعدة إجراءات لتسهيل الحركة المرورية وتأمين دور العبادة والانتشار الأمني في أرجاء البلاد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. كما ستتضمن الخطة الأمنية التعامل مع ظاهرة التسول إلى جانب منع جمع التبرعات إلا من خلال اللجان والجمعيات الخيرية. وللمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف العميد عادل حشاش، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية. عميد عادل، خطة أمنية شاملة كما ذكرت أنا في المقدمة استعدت بها وزارة الداخلية. السؤال، ما هو مضمون هذه الخطة التي تواكب الشهر الفضيل؟ بداية نقول لك مساء الخير ونحيي اخوانك المشاهدين، وبهذه المناسبة ودنا بداية نرفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد ولسمو ولي عهده الامين ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي والحكومة الرشيدة، وعسى الله يدوم علينا ان شاء الله نعمة الامن والامان والطمأنينة ويعودنا هذا الشهر الفضيل بكل خير ورفع وتقدم ان شاء الله على بلدنا الحبيب الكويت. وزارة الداخلية مثل ما تفضلت استعدت استعدادات متكاملة لشهر رمضان المبارك. هذه الاستعدادات سبقت هذا الشهر بأشهر كثيرة، حددنا فيها المعالم الأساسية وقطعنا فيها شوط من التنظيم والتخطيط بحيث نغطي كافة الجوانب الأمنية والمرورية والوقائية. بس أخوي مطر، بس حبيت أني أنوه بنقطة قبل أتكلم عن استعداد شهر رمضان المبارك، وهي أن الداخلية تحذر من المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، لأن العقوبة قد تصل إلى 3 شهور والغرامة يمكن إلى 100 دينار أو بإحداهاتين العقوبتين. ووزارة الداخلية لها الحق لمن يجاهر من هذه المحلات التجارية بإغلاقها لمدة شهرين، وهذا القانون يفترض أن يكون يعني في بال الجميع حتى يكون على دراية وعلم بالإجراءات راح تكون في وزارة الداخلية في هذا الموضوع. أما بشأن الخطة أخوي مطر، الخطة مثل ما تفضل راح تكون على مستوى أمني مروري وقائي. بالنسبة حق الأمني راح يكون في تأمين المساجد، لما نتكلم عن تأمين المساجد يعني نتكلم عن التفتيش والإجراءات الاحترازية في دخول وخروج المصلين سواء بالفروض أو صلاة التراويح أو صلاة الجيام، منع التسول ومنعناه بالداخل وبالخارج. ونبين هذه النقطة لكل من يتابعنا الآن، لمن يشاهد أي من المسولين يبلغ 112 مباشرة، لأن في هناك إجراءات مشددة في مثل هذه الأمور. القيام أيضا المرفقة بجانب المساجد راح تمنع منع تام حفاظا على سلامة وأرواح كل المرتادي المساجد. نتكلم أيضا عن الدور الأمني في المجمعات والأسواق وفي المناطق السكنية وأي موقع من المواقع اللي فعلا يرتادها عموم الأخوة المواطنين والمقيمين. الجانب المروري راح يكون أيضا إن شاء الله في هناك برمجة جديدة للإشارات والتواجد المروري المكثف في كافة المواقع وفك الاختناقات المرورية، وخاصة أخو مطر وقت رمضان تشهد الحركة المرورية على اختلاف اتجاهات اختناقات وأيضا كثافة عالية، فالتواجد المروري راح يكون مكثف وبشكل ملفت أكثر من الأوقات الأخرى. الجانب الوقائي أنت عارف يعني في هناك دور لرجال المباحث في التواجد والانتشار ومساندة الجهود الأمنية، وأيضا التواجد في كل المواقع وخاصة الممرات ويعني أماكن المشاة وغيرها من الأمور اللي بالفعل يستدعي تواجد رجال المباحث في مثل هذه المواقع. دور كبير راح تبذله وزارة الداخلية، لكن مهما كانت هذه الجهود أخي مطر، يبقى المواطن يبقى المقيم في تعاونه وفي تجاوبه وفي أيضا تتبعه بكل الإجراءات اللي تكون في وزارة الداخلية، هي عنوان الأمن والأمان إن شاء الله بلدنا الحبيب الكويت. كل اللي نتمناه من عموم الأخوة المشاهدين من مواطنين ومقيمين بأن وزارة الداخلية وهي تقوم بهذه الإجراءات، وإجراءات راح تكون ملفتة خلال شهر رمضان المبارك، الهدف منها هو تأمين سلامة كل مواطن ومقيم وتأمين بلدنا ووطننا الحبيب الكويت، وبالتالي نبي التفهم لحقيقة هذه الإجراءات سواء بدور التفتيش عند المساجد أو في نقاط التفتيش أو بالانتشار في المواقع المختلفة أو في أي موقع من هذه المواقع في حالة ما إذا كان هناك نوع من التواجد الأمني أو المروري موجود في مثل هذه الأمور. شكرا عميد عادل الحشاش، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني وزارة الداخلية. لضيق الوقت جهودكم مشكورة ومتميزة عميد عادل، شكرا.